ما كفوناش بهدايل علشان قدام وكالات ومكاتب إيراجيلي في فرنسا، وخاصة شارع أوبرا يعني مكان سياحي، ما كفوناش بهدايل في المطارات. كل هذا اللي ديرنا في تمس النظام شو تسير في البابر. شفنا مؤخرا في مارسي الناس بابور ما مشاش، لغاو الرحلة، صارت مشاكل، وهم زادوا راح يغرقيو رحلات من جان حتى الجزائر كيف كيف، يعني راح تسبب في مشاكل ديما هك. شفنا في أليكونت ناس يتضاربوا بعد لي باريير وكذا ديما، يعني لانه سوء تسيير. تمام، مش قادرين يسيروا حتى تاع فواياج تاع ديالهم، مش قادرين يسيروا. انا اختار دائما في أليكونت، شوفوا هذه الصور. هادو رايحين للوهرن، أليكونت الوهرن. شوف لي باجاج معمرين مش مرزمين، شوف كش مرزمين لي باجاج، شوف. والناس مش قادرة حتى تجوز، الناس مش قادرة حتى تجوز، وهي أغلبيتهم هادو سي تاع ترابندو، يعني أغلبيتهم سي دي جون يديرو في ترابندو. بون دوك تقول وعلاش وكذا، أنا مانيش ضد هاد لي جون، فوميو يدير ترابندو، لأنو الله غالب هذا واش كاين في الجزائر، ما كان حتى أفق، فوميو يدير ترابندو، سمعتو، وما يحرقش. ما يحرقش في البحر، ما يموتش. فهم يدير ترابند وما يموتش. هذا اللي لأنه هاد لي جون ما عندهم وين. ولكن يا خويا دير حسابك، خلي الناس تجيب بابور كبير، تجيب بابور كدا، نظم افتح لونجيسترومون قبل الوقت. اذا تفتحوا مع ساعتين 90 من قبل، افتحوا باربع سوايع خمس سوايع قبل الوقت، باش الناس دير لونجيسترومون ديالها، دير لها خليلها تمشي في العقل، وما يفلوش كيما هكذاك. الناس تحكي علينا انه بور كيما هذا، ميناء كيما هذا، راه فيه كل الجناس. وعلاش التوانسة يحكموا البابور ترونكي لاباس، المغاربة يحكموا البابور ترونكي لاباس، داري لهم هذيك اوبيراسيون مرحبا، ودار لهم هذاك البور تاع طنجة هذاك قد هنا. علاش حنا ماشي هنا؟ يعني دايما يميزرو في الشعب، دايما يميزرو في الشعب. وعلاش؟ لأنه هالعصابة هي أول عدو للشعب الجزائري، لازم تعذب بالمواطن الجزائري في كل لحظة، في كل مكان، في كل ظرف. هذا مش شوفوا، ندخل الآن في الرسمي، الموضوع الرئيسي ديالنا، ندخلوا شوفوه بعد الفاصل. الله أكبر، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.